السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شو اخباركم؟ ان شاء الله طيبين. والله اشتقنا لكم، اشتقنا للتحديات. التحدي اليوم يا شباب كالعادة فكرة رهيبة وغريبة. شوف الفكرة باختصار، فريقين، فريق يمدحهم كالعادة. يا سلام. الفكرة ان الفريق الاول بيحط شيء هنا للفريق الثاني، شيء كويس وشيء مو كويس. انتو حظك مثلا، هم حطوا لنا شيء، اجلس دحوم، أدلسينا. عندك خيارين، يا تسحب هذا السطر الأول أو تسحب السطر الثاني. ماذا أبي أسحب السطر الأزرق أسوي كذا ويطيح عليك؟ هل الشيء هذا كويس مو كويس؟ عاد ما ندري الفريق الثاني وش بيحط لنا. وإذا جاء دورنا نفس الشيء. بس قبل ما نبدأ لا تحرمونا من زر لايك. طيب الآن راح نبدأ. بسم الله من الأول، حتى لو بنحط حتى لو ظهرنا خلاص. أنا وياك. اللي يفوز مين؟ اللي يفوز يحط. إيه خلها أنا أروح. عرفنا يا دحوم، عرفك انا، انت فنان. هذه هذه رقم خاص. اس ايوه، من اولها من السريع. اجلس واحد منا. اي واحد منكم، واحد منكم يجلس. يلا سفر روح. شوف حط لهم شيء والله. بس اصبر عشان ما تشوفون وشو. سنة سنة عشان ما يشوفون. طيب هذا الشيء الاول اتناظر. والله ما ناظر. طيب عادي اشوف شوي. لا يلا حط حط حط. وشو؟ اسكت ما في شيء. يلا تعال اجلس. ايش تبي انت من الفصل؟ يلا بسم الله. اول واحد راح يسحب هو عبد الله. اول شيء شعورك؟ شعوري متوتر. شوف السطر الاول. ايوه وشو؟ السطر الثاني. اول شيء ناخذ راي سعد خويك الان تحت الخطر. يلا واحد اثنين ثلاثة بسم الله. ايش تختار؟ اوه رمل. وش ذا؟ رمل ذا قاعد صب من شهر يا ليل. الحمد لله من دور احنا على طول على طول تمرين. يلا يلا نظف 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 نظف. طيب خلصت الجولة الأولى، الحين دورنا تفتحون. اختر الخيار الصح. شو تحطون له؟ هم القليل. أنت الحين يلا أنت يا نظر منا. هذا هذا أبو تراب والله ياخذ حقك. إيه اسمع. إيه إيه ارفع رجلك ارفع رجلك. أنت ارفع اليسار. خلصتوا. يلا باقي شوي باقي شوي. تسمعون. يلا بسم الله دحوم. اسمع اسمع ها هي ممنوع هي ممنوع يا ابوي. توتر يا ولد. ايش تختار؟ يلا لا لا قل لي قل لي وشو. انصح انصح. الله يستر الله يخلص. اثنين بسم الله. رمل. شف شف حس فيني يوم طاح على الرمل. ورد ورد روح اطلع له. والله ما كيف ترواش؟ والله زين. اسمع لازم ارد عليهم احط لهم شيء. انا عندي الحين ها وتضحك علي والله ما اخليك. طيب الان دورهم، دور سعدي بس. لا وش انا مو كذا حطه من الارض حطه من الارض. ايش فيك تصارخ؟ ايه يا زلمه شوي 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 عشان ما يسمع. عادي سد الان سكر اذنك. والله جيت سكر اذنك ما بيك تسمع والله بيخرب تحدي. ايه طيب الان بنحط الشيء الثاني. سكر. لا لا تسمع يعني. يلا والله. تعال سعد اجلس. سعد اجلس ولا تشوف. يلا سعد تعال اجلس لا تشوف ذمت ما تشوف. اجلس على طول. طب عاد انا اجي هنا قدام. ايه هاي بس ما تعلم مش موجود. يلا ابيك تلف يمين مو بعد ذا ما يجيك. لف الكرسي لف زين. مستعد؟ شعورك اول شيء شعورك اول شيء. أنا خلاص الله يستر الله يستر. هذه يعرف إيش شافه بس. وسعد غير سعد غير والله أحسن لك. ها تغير ولا لا؟ أنا والله ما أقدر لأن بخرب اللعبة دي فاللي يقولون لك. طيب الآن سعد بيسحب بسم الله. الله يستر والله توتر ترى يمكن شيء حلو. أخلص علينا من حلال. يوه عليك.
الحمد لله. احمد ربك شيء كويس. كوة الحمد لله. متوتر شكله. والله اني خفت عليه. الحمد لله على السلامة. الحمد لله. شوف ايش حاطين لك هنا. ها؟ شوف. كراتين كراتين ترى كله يعتبر ها مو والله حق كور يعني خفيفه يلا دوري دورهم بنحطهم الاشياء ها حلو بسم الله ها ايش جاي ساعدتك وحط لي شيء خفيف ما عليك شيء جميل بس سدوا ذاكم لو سمحت ها سد ذانك سد ذانك سد ترى راسك وش له صوت يعني هو له صوت اذا دمجت مع شيء فهمت يلا سكر سكر ابنك سكر بس اسمع ساعد والله حط شيء خفيف بتسكر ما تسكر انا حاط صامت ساعد والله طولون لا 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 واحد اثنين ثلاثة انت يا سعود دورك لا دحوم دور سعود سعود بدون ما تنام الله يستر بسم الله الرحمن الرحيم دحوم خليك ورا شوي انصح بنصائح اي سطر ياخذ هذا يقول ها؟ ايه بيكسر كيسي طيب عطنا عطنا شعور خايف والله انا خايف من سعد باجي شحط فيها ميزه لنا حاطينها اذا تبي تاخذ هذا جنبك عادي والله تبي تصير جنبه؟ ايش اختار بسرعه؟ حالي تخليني طيب يقول لي بسم الله سعد تكفى عيونك ما تلقى فوق اسحب بس بعدين هنا بشوف اسحب 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 وش هو؟ زلك 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 تعال 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 يزلك والله يزلك وش صابون ذا؟ ايه شمام المويه يكتم كالحين عايش انتم حاطين تراب لخويكي شميت انت تم حاطين تراب ايه تدهون الوردي وش هذا فيه؟ اعرف عليك سعود انكتمت ولا ما انكتمت؟ ايه فيه ريحة صابون ايوه هذا اللي نبيه طيب دحوم مستعد ايه شوفوا ايش حطينا لهم يا شباب شوفوا هذا الاول وهذا الثاني اوكي يلا تعالوا من دور مين بينكم عبد الله هو يلا يا عبد الله اجلس اجلس وش تختار اختار بسرعه باخذ يمين وشو باخذ يمين غير 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 يا اخي حس كذا تقول لي اخر شيء يلعب عليك يلعب عليك يلا اسمع 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 لا لف لف عشان يجيك تلعب علينا طيب خلاص اخترت هذا عشان ترى ما في خوي هنا يلا يلا يا عبد الله واحد وينك؟ اثنين لا تناظر لا تناظر لا تناظر خويك مو معك يلا يلا بسم الله هلا دارا في مويه حقت القديمه والله في مويه شوي عشان كذا انخرجت اي جاك مويه هذا من اللي قبل ما بس خايف شوي والله يا سعد والله تطولون داني يلا يلا خلصنا اصلا خلصتم؟ لا مو بالحين مو بالحين يلا اصبر يلا 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 دحوم تكفى يا دحوم لا تناظر لا تناظر فوق ناظر؟ لا لا ما اختار يلا مستوى دحوم دحوم انصحك ترى انصح كلهم كلهم كويسه هذا يلا والله 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 وش ذا اقطع يا راجل يا ساتر راح احنا شو بقى من فك في قلب من فك حاطين لك اوراق اخي والله راحت علي ما هو ينصحني انا اصحي حمد ربك بعد جايك اوراق لا اخي نصيحة لا تقبل نصيحة من واحد جايه موية وصابون صابون انا جاي طيب الان دورهم ايش راح نحط لهم؟ دوري يلا وليه؟ لا 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 تحطون ذا لا تحطونا لا 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 ما عليك منه ما عليك منه ما عليك منه حطه حطه عادي لا تسمع بس ها؟ يلا لا في شيء حلو وشيء مرة سيء وش تختار؟ بسرعة يلا يلا الحذاء دائما يجي انا اللي جيني انا جي شوف والله في شيء حلو شيء مره سيء يلا شيء حلو حلو يعني حلو حلو مره يلا يلا ساعه بسرعه ضيعت الوقت يلا زين مكاني خلاص لا لف وش تختار هذا اللي جاني خلاص لف يمين لف اي خله عشان يجيك زين عشان ممكن شيء ما ادري يلا واحد اثنين شيكو ما فينا شيء والله عادي ليش يقول كذا يعني ما فهمت قال كذا
واحد اثنين ثلاثة. يلا عادي عادي ترى شيء حلو. شيء يلا بس خلاص نهايتي هذا. يلا شيء حلو ترى. يلا هاي طقطق علي طقطق علي طقطق علي يا ابوي. ايه خليك كيوي زي ما حطيت لي صابون. شو صار نفس المكان قاعد يطقطق علي وين في ملك ملك ابو موحي تحت لي اي والله ثقيله بيلتي. ايه خليك ليش تحط لي صابون؟ وش الشيء الزين؟ الشيء الزين هدية. هدية قصة. هذه آخر جولة بنحط فيها شيء زين وشيء سيء. يا رب. دقيقة. يلا. وهنا. هذا هي هذا اللي. جاهزين؟ ايه. من دورة؟ دوري. تعال. شوف والله فيها شوف أنا بقول لك إياها بصراحة يعني بأنها آخر جولة. واحدة منها هدية. واحدة شيء سيء. قل والله. والله. سيء مرة ولا شيء؟ سيء سيء. أسوأ شيء. طب موية وصابون ما نبي. ما ما لي دخل آخر جولة دي. طب خلاص اختار هذا. الحين ترى تكلمناك وش هي؟ أسحب. ها؟ يلا. كيفك؟ ترى ما لي دخل شوف. ترى في تغيير. الا ما عليك منه. خذه. ترى مايل أكثر. ترى مايل أكثر. وش فيه ما هو جا شيء؟ أسحب قوة. والله. هذه هي. جهاز ذا يا المتجر. الله هذا وين بالمتجر؟ الله عليك بشارك مع فريقي استاهل حبيبي انا وياك مويه وتراب الله عليك الى هنا وصلنا نهايه التحدي والله التحدي ذا رهيب صراحه استمتعنا فيه لا انا تروشت الاخير بردان انا جاي صابون بعد ترى كلكم الناس بزنا 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 اهم شيء بزنا ان شاء الله بس انتم بتلعبونا لا ما راح العبكم لا تنسون اللايك والاشتراك معكم مننا في البيت حبينا نسوي التحدي كذا غير جو تغيرون جو معنا لا تنسوا اللايك اشتراك في القناة نشوفكم ان شاء الله في التحدي الجاي مع السلامة